السلام عليكم. خبير أمني الاعتداء المغربي حرب معلنة ضد الجزائر. يرى الخبير الأمني أحمد ميزاب أن الاعتداء المغربي على الشاحنات الجزائرية الذي أدى الاغتيال إلى 3 جزائريين حربا معلنة ضد الجزائر تكشف كل الألاعيب التي يمارسها نظام المخزن في المنطقة. وفي تصريح لموقع الشعب أونلاين أن المخزن يمارس سياسة الأرض المحروقة ولا يفرق بين الأخضر واليابس، مشيرا إلى أن تاريخ نظام المخزن الاستعماري لا يحترم حسم الجوار. وأكد ميزاب أن بيان رئاسة الجمهورية قدم توضيحات للرأي العام، إضافة إلى النتائج الأولية التي خرجت بها التحقيقات في إطار كشف ملابسات الحادث. ووصف المحلل الأمني الحادثة بالإجرامية والبشعة والتي تصنف في خزانة الفعل الإرهابي بكل المقاييس. وأوضح الخبير الأمني أن نظام المخزن ليس له الجرأة على مواجهة الجزائر أو الجرأة على مواجهة الجزائر ما يجعله يستقوى بالكيان الصهيوني. ولمح بيان الرئاسة إلى تورط الكيان الصهيوني في حادثة الاغتيال حسب ميزاب، لما تحدث عن استخدام أسلحة متطورة في عملية الاغتيال التي استشهد فيها 3 جزائريين عزل. وأضاف كل تقارير استخباراتية تتحدث على وجود مستشارين عسكريين وقواعد عسكرية للكيان الصهيوني على المحاور الحدودية مع الجزائر، ونتحدث كذلك على صفقات أسلحة تم إبرامها مع الكيان الصهيوني. نتمنى أن لا تكون فتنة بين الأشقاء أو الإخوة والأشقاء الجزائريين والمغاربة. أتحدث كشعب، أتكلم عن الشعب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.